عن لوك النهارده، ليه اخترتي الشكل ده واللون ده كمان؟ انا لابسه جامب سوت من تصميم ورد شاه، هي مصممه مصريه برضو. حبيته لانه سيمبل، انا يعني بميل اكتر للحاجات يعني البسيطه نوعا ما، انا بحب الحاجات اللي هي بتبين الانثى يعني، بالذات في مناسبات معينه يعني، بس في حياتي العاديه بميل للكاجوال اكتر يعني. ناس كتير بتقول انت حلوه كده ليه؟ ربنا يخليكي. لا خالص، ربنا يخليك. لا خالص، ربنا يخليك، ده من ذوقك. ثانك يو. طيب الموضه بقى بعيدا عن التصوير، بتحبي تكوني لابسه ايه او شكلك عامل ازاي؟ انا في العادي في حياتي العاديه ببقى كاجوال جدا يعني، تي شيرت وجينز العادي يعني، ببقى سيمبل جدا. والموضه بالنسبه لي الحاجات اللي بتناسبني وبتريحني، اللي بيبقى شكلي فيها كويس لايقه على جسمي. بالله العظيم عيد ميلاد النمر. والحاجات اللي هي بتكون مريحه بالنسبه لي دي اهم حاجه. انا بصور الفتره دي مسلسلين للسبع بنات والاب الروحي، هيتعرضوا قريب ان شاء الله. ان شاء الله. مفيش سينما لسه شويه. لسه بنشوف من ايام ستار اكاديمي، ماما بتزن عليكي كتير قوي في موضوع الجواز ده. لسه جت معايا عشان جت معايا النهارده، قالت يمكن يتحرك فيا حاجه. بس لسه والله نصيبي لسه ما جاش.